السلام عليكم. يتم حاليا إنشاء منتجع سياحي، وهذا منتجع ثاني لعقد الإنشاء في بالقرب من بلدية بني حواء بولاية شلف، بناء على الشريط الساحلي نتاع ولاية شلف. وهذا المنتجع أو المنتزه أو القرية السياحية هي يعني راهي حوالي 50 ولا 60% تاع من نسبة الإنجاز، وجاية في موقع رائع مرتفع وبجوار يعني مش بعيد على البحر. والله مشروع مليح، ومدى بينا هذه المشاريع هذه تعم، وحتى يعني السكنات تاع الترقية العقارية تكون من هذا النوع. لابد على السلطات يعني العليا في البلاد ان يبداو يفكروا في تحسين النمط تاع السكن على كل الأصعدة، يعني في كل على كل المستويات، يعني تحسين في الشكل يعني من الناحية الهندسية، وكذلك تحسين في الخدمات والتهيئة العمرانية. لابد على السلطات أن تفكر بجدية في هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون فيها خير، وهنا في الأخير نشاهد التصميم تاع القرية السياحية هذه. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.